أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. هذه محاضرة رقم 10 في جنرال مايكروبيولوجي عام. كيميكالي ديفايند ميديا، إيش مكونات الميديا اللي احنا بنستعملها للبكتيريال أو فانجل جروث؟ To support microbial growth, a medium must provide an energy source as well as sources of carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus, and any organic growth factor the organism is unable to synthesize. يعني احنا بنوفر ميديا فيها الكربون سورس والنيتروجين سورس والسلفر والفوسفورس والحاجات هذه اللي ممكن الأورغانيزم هذا ما يقدرش يصنع هذه المواد. A chemically defined media is one whose exact chemical composition is known. يعني في عندي chemical أو زي روشتة أو زي مجموعة من المواد اللي احنا بنحطها للميكروب أساس يكون فيها كربون سورس ونيتروجين سورس وسلفر وفوسفورس وحاجات التانية كلها مع بعض. For chemoheterotroph, the chemically defined media must contain organic growth factor that serve as a source of carbon and energy. يعني بتكون هذه المواد عبارة عن أساس للمواد اللازمة للgrowth. فبتكون مثلا فيها carbon source ونيتروجين source والحاجات الثانية برضو ممكن تكون. For example, as shown in table 6.2, glucose is included in the medium for growing the chemoheterotroph Escherichia coli. يعني القائمة هذه هي ممكن تكون حاجات أساسية لEscherichia coli. يعني فيها كربون سورس، فيها نيتروجين سورس، في حاجات تانية فوسفورس والحاجات التانية اللازمة ل نمو الإشريشيا كولاي. As table 6.3 show, many organic growth factors must be provided in the chemically defined media used to cultivate a species of Neisseria. طبعا النيسيريا هذه بدها مواد أخرى إضافية لأنها بسموها الفاستيدس بكتيريا، يعني البكتيريا المدللة اللي بدها حاجات إضافية للحاجات الأساسية اللي موجودة. Organisms that require many growth factors are described as fastidus، يعني البكتيريا أو الميكروب المدلل fastidus، يعني بدها حاجات تانية إضافية للحاجات الأساسية اللي هي هذه، يعني الكربون انرجي سورس والسولتس والأورغانيك growth والأمينو أسيدز. الحاجات هذه كلها ضرورية للنيسيريا واللي هو الهيموفيلس انفلونزا. هذه كل البكتيريا هذه تعتبر فاستيدس أو مدللة، بدها حاجات يعني إضافية إلى الحاجات الأساسية في الميديا. كومبلكس ميديا، الميديا المعقدة. موست هيتيروتروفيك بكتيريا and fungi such as you would work with in an introductory lab source. يعني هذه الحاجات اللي هي أساس في مكونات الميديا المطلوبة are routinely grown on complex media made up of nutrients including extract from yeast, meat or plants or digest of protein from this and other sources. يعني هذه extract للحاجات اللي هي زي البروتين مثلا، بنعمل بيبتون extract او حاجات يعني ممكن تدوب
في المية، لكن اللي زي البروتين مثلا ما بدوبش، فبنعمل نحوله لإكستراكت، خلاصة من البروتين اللي هو البيبتون، وبيكون سهل الذوبان في المية وسهل النمو في البكتيريا أو استخدامه في النمو في البكتيريا. The exact chemical composition varied slightly from batch to batch. يعني ممكن تتغير الوصفة هذه من باتش لباتش تاني، لكن الحاجات الأساسية بتكون موجودة. Table 4.4 6.4 shows one widely used recipe اللي هي وصفة. In complex media, the energy carbon source, carbon, nitrogen and sulfur requirements of the growing microorganism are provided primarily by protein. يعني الكربون سورس والنيتروجين سورس والسلفر والريكويرمنتس اللي موجودة يعني لازمة موجودة في هذه الوصفة، زي البيبتون partially digested protein، يعني هذه يعني البروتين بس ايش نعمل له extract، او partially digested يعني مهضوم هضم جزئي. Beef extract بعض خلاصة البيف، صوديوم كلورايد والأجار والووتر، هذه طبعا حاجات أساسية بالنسبة لنمو الميكروبات. Protein is a large relatively insoluble molecule that minority of microorganisms can utilize directly. يعني البروتين كمادة صعبة الهضم ولازم نعملها اكستراكت او بيبتون او بيف اكستراكت. But partial digestion يعني هضم جزئي by acid or enzymes reduce protein to shorter chain of amino acid اللي هو called peptones. يعني احنا بنحاوله للبيبتون جزء من او جزء قصير من البروتين اللي هو insoluble، لكن البيبتون ممكن يدوب في المية ويسهل استخلاصه للميكروب. These small soluble fragments can be digested by most bacteria. يعني البيبتون هذا اللي هو يعتبر short بالنسبة للبروتين ممكن يحصل له هضم بالنسبة للميكروبات. Vitamins and other organic growth factors are provided by meat extract or by yeast extract. يعني الحاجات الفيتامينات والorganic growth factors اللي هي حاجات لازمة للنمو ممكن تكون موجودة في البيف extract أو اليست extract. The soluble vitamins and minerals from the meat or yeast are dissolved in extracting water. يعني بتذوب في مية زيادة, which is then evaporated so that these factors are concentrated. يعني احنا بنذوبه في مية وبعدين بنعمل له evaporation تبخير علشان تتركز المادة اللي هي المطلوبة. Yeast extracts are particularly rich in the B vitamins اللي هو yeast extract يعني غني بالB vitamin الB vitamins اللازم للgrowth. If a complex media is in liquid form it is called nutrient broth. يعني إذا كان الميديا هذه موجودة في شكل سائل بقول عنه nutrient broth. لكن when agar is added, إذا ضفت الأجار فبيحصل it is called nutrient agar. يعني بتجمد الأجار مع النيوترينت وبيعمل solid media بسميها nutrient agar. لكن إذا كان ما فيش أجار بسميه nutrient broth. Anaerobic growth media and methods.
The cultivation of anaerobic bacteria possess a special problem. يعني الانيروبيك بكتيريا بدها حاجات خاصة في التغذية. Because anaerobic might be killed by exposure to oxygen. لأنه ما بدهاش أكسجين خالص فهي تنمو بمعزل عن الأكسجين. Special media called reducing media must be used. يعني لازم أنا أستخدم الreducing media أو ميديا اللي هي بتقلل نسبة وجود الأكسجين. These media contain ingredients such as sodium thioglycolate. Thioglycolate هذا يعني بيتفاعل أو بيزيل الأكسجين اللي موجود. يعني أنا بجيب العينة وبحطها في صوديوم ثيوغلايكوليت وبخليها 24 ساعة. تاني يوم بعمل سب كلتشر من الثيوغلايكوليت والعينة اللي موجودة فيها البص مثلا that chemically combined with dissolved oxygen and deplete the oxygen in the culture media. To routinely grow and maintain pure culture of obligate anaerobe, عشان نعمل احنا الميديا المناسبة للobligate anaerobe أو الإجبارية الهوائية, microbiologists use reducing media short stored in the ordinary light capped tube, test tube. يعني لازم تكون موجودة في الغطاء أو الأنبوبة وموجود فيها غطاء سكرو كاب, يعني بتكون محكمة الإغلاق. These media are heated shortly before used to drive off absorbed oxygen. برضو ما أسخن تسخين خفيف على أساس إني أطلع الأكسجين الموجود في إذا كان في أكسجين. Laboratories that work with relatively few culture plates at time can use systems that can incubate the microorganism in sealed boxes and jars in which the oxygen is chemically removed after the culture plate have been introduced and the container sealed. يعني أنا بحط في الأنابيب هذه وبعمل سيلينج لإغلاق محكم للأنبوبة على أساس إنه الأكسجين ما يدخل الجوة. إحنا بنتكلم عن المختبرات اللي ممكن تعمل الأنيروبيك كلتشر. Some systems require that water be added to an envelope of the chemicals before the container is dosed as shown in the figure. And require catalyst, يعني لازم يكون في catalyst. يعني عندي أنا الشكل اللي فيه الانيروبيك جار. The chemicals produced hydrogen and carbon dioxide من 4-10% and remove the oxygen in the container by combining it in the presence of catalyst with hydrogen to form water. في عندي أنا إحنا الأنيروبيك جار هو هذا. في طبعا الميديا اللي أنا بزرع عليها بحطها في الأنيروبيك جار, وفي عندي باج انفلوب أو بسميها انفلوب فيها مكونات زي الصوديوم بوروهيدرايد مع المية اللي أنا بحطها, بضيف هنا 10 سنتي مية مع البوروهيدرايد صوديوم بوروهيدرايد ينتج لي الهيدروجين. الهيدروجين طبعا مع الأكسجين بيعمل كومباينيشن بواسطة الكاتاليست في باليديوم كاتاليست بيلتس اللي هي حبيبات من الباليديوم. الكاتاليست الأكسجين بتفاعل مع الهيدروجين بكون مية,
طبعا الباليديوم كاتاليست هذه البلت فوق هي اللي بتساعد على اتحاد الهيدروجين مع الاكسجين بعمل ميه. في برضو في الانفلوب هذا صوديوم بايكربونات بيعطيني سيتريك اسيد، وبعدين الكربون دايوكسيد اللي لازم لنمو الانروبيك جار او الانروبيك بكتيريا من 4-10% من الكربون دايوكسيد. يعني عندي تفاعلات بتصير ثلاث معادلات، صوديوم بوروهيدرايد زائد المية اللي انا بحطها بتعطي هيدروجين. الهيدروجين اللي طلع مع الاكسجين اللي موجود في الجو تبع الانيروبيك جار مع وجود الكاتاليست هذا المنشط الباليديوم بيلتس كاتاليست بيعطي المية. يعني الهيدروجين عمره ما حيتحد مع الاكسجين لحاله الا وجود الكاتاليست. بعدين في تفاعل ثالث بصير صوديوم بايكربونات زائد سيتريك أسيد بيعطي كربون دايوكسيد من 4-10%. طبعا هذه المكونات كلها في الانفلوب. In another commercially available system, the envelope of chemicals, the active ingredient of ascorbic acid, يعني بيكون في عندي ascorbic acid, is simply open to expose it to oxygen in the container atmosphere. يعني بيطلع الأكسجين. No water or catalyst is needed. يعني ما فيش catalyst or water needed بالنسبة زي الانفلوب اللي فات. The atmosphere in such container usually has less than 5% oxygen, about 18% carbon dioxide and no hydrogen. In a recently introduced system, each individual petri plate or oxy plate become an anaerobic chamber. يعني اطباق او صنعوا اطباق بكون الاكسجين بيختفي منها اوتوماتيك او بالتفاعل الداخلي. The medium in the plate contains an enzymes, في عندي enzymes oxidase اللي هو بتفاعل مع الاكسجين على طول, which combined oxygen with hydrogen removing oxygen as water in is formed. يعني هو بيستخلص او الاكسي انزيم اوكسيريز بيستخلص بفاعل الاكسجين مع الهيدروجين وبيعمل لي الميه من نفس الطبق. Laboratories that have a large volume of work with anaerobic anaerobes often use an anaerobic chamber. يعني بيكون الانيروبيك chamber أو chamber نفسه كله يعني معزول عن الأكسجين. Such as that shown in figure 6-7. The chamber is filled with inert gases, typically about 85% nitrogen, 10% hydrogen, and 5% carbon dioxide, and is equipped with air locks to introduce culture and materials. يعني بيكون الشامبر نفسه كله يعني ممتص منه كل الغازات او الاكسجين بصورة عامة, وبيكونوا حاطين في نسبة معينة من النيتروجين والهيدروجين والكربون دايوكسيد اللازم للنمو. زي هذا التشامبر او الانيروبيك تشامبر بيكون معزول خالص عن الخارج وبيكون ما فيش فيه اكسجين خالص, وهو طبعا بيزرع وبيخلي الاطباق جوا داخل التشامبر لانه ما فيش اكسجين داخل التشامبر. نيجي لموضوع special culture technique. Many bacteria have never been successfully grown on artificial laboratory media. يعني كثير من الميكروبات لا تستطيع انها تنمو في
artificial media أو اللي هي الصناعية. مايكوبكتيريوم ليبرا اللي هي نوع من أنواع البكتيريا اللي بتسبب الليبروسي. The leprosy bacillus is now usually grown in armadillo which have relatively low body temperature that matches the requirement of the microbes. يعني في عندي اللي هي الليبروسي ممكن تنمو على حيوان المدرع بسموه الأرماديلوز وبيكون طبعا مناسب لنمو هذا الميكروب. Another example is the syphilis spirochete, برضو ميكروب تاني من السيفلس. Although certain non-pathogenic strains of these microbes have been grown on laboratory media, يعني ممكن ما ينموش على الارتفيشيال ميديا. With few except ions, the obligate intracellular bacteria such as rickettsia and chlamydia does not grow on artificial media. يعني في بعض الميكروبات ما تقدرش تنمو على الارتفيشال ميديا، بدها ميديا خاصة فيها أو ظروف خاصة في هذا الميكروبات. Like viruses, they can reproduce only in living host cells. طبعا زي الفيروسات اللي هي لا تنمو إلا في خلايا أو أنسجة حية. Many clinical laboratories have special carbon dioxide incubator in which to grow aerobic bacteria that require concentration of carbon dioxide higher or lower than that found in the atmosphere. يعني بعض البكتيريا أو الميكروبات اللي هي ممكن تحتاج إلى كربون ديوكسيد بنسب مختلفة سواء كانت عالية أو منخفضة، يعني ممكن في 5% في 7-8% في 12% أو 10% من الكربون ديوكسيد. Desired carbon dioxide level are maintained by electronic control. يعني ممكن أنا أضبط نسبة وجود الكربون دايوكسيد، هذا طبعا بالنسبة للإنكيوبيتور أو كربون دايوكسيد إنكيوبيتور، أنا بقدر أضبط نسبة الكربون دايوكسيد بمفتاح خاص في الكربون دايوكسيد. High carbon dioxide level are also obtained with simple candle jar. يعني بيستخدموا الكاندل جار، هذا كانوا يستخدموا بدل الانيروبيك جار قبل هيك، بحيث انه انا احط الميديا او الاطباق اللي انا بدي احضنها في جار واحط معاه شمعة واشعل الشمعة واغطي الجار هذا، فبعد فترة طبعا لما يحترق الاكسجين الداخل في الجار بتنطفي وبتتكون كربون دايوكسيد وبينعدم أو بيقل نسبة الأكسجين اللي موجود. Cultures are placed in a large sealed jar containing light and candle which consume oxygen. يعني أنا بحط الشمعة في مع الجار وبولع الشمعة وبغطي عليها، فبعد فترة بتستهلك الأكسجين الموجود في الجار وبتنطفي، وبالتالي بيكون الجار مغلق وما فيش فيه أكسجين أو نسبة ضئيلة جدا. The candle stopped burning when the air is in the jar has lowered concentration of oxygen. يعني بالأكسجين بقل بنسبة عالية جدا أو يقل بنسبة عالية جدا أو يتحول إلى نسبة ضئيلة جدا.
Some microorganisms are so dangerous that they can be handled only under extraordinary system of containment called biosafety. Biosafety اللي هو مستوى الخطورة اللي موجودة biosafety level 4 يعني أقصى درجات الاحتياط أو الخطورة. Level 4 are popularity known as the hot zone يعني أقصى درجة من الخطورة بسموها biosafety level 4. The lab is sealed environment يعني بيعمل بيحصل إغلاق للمختبر within a large building بمبنى كبير and has an atmosphere under negative pressure يعني ال pressure بيكون في مخلخل أو ما فيهوش ضغط عالي so that aerosol containing pathogen will not escape يعني الايروسول باثوجين ما بيطلعش برا خالص فبيضل جوا في داخل المبنى. Both intake and exhaust air is filtered through the high sufficiency particular أو particulate air filter that exhaust air filter twice يعني في عندي أنا فلتر اللي هو ما بيدخل الميكروب سواء من الداخل بيطلع برا ومن الخارج بيدخل جوا عبر الفلتريشن عبر دبل فلتريشن او بخلي بيعملش ما بيخليش اي ميكروب داخل المبنى. هذا طبعا التكنيكال بايوسيفتي ليفل 4 اللي هو بيعمل تشامبر هذا. Personal working in BSL 4. Selective and differential media. في عندي حاجة اسمها selective media يعني انه انا بعمل ميديا بتخلي بتنمي بعض الميكروبات وبتمنع او بتعمل inhibition للميكروبات الاخرى. In clinical and public health microbiology, it is frequently necessary to detect the presence of specific microorganisms associated with diseases or poor sanitization, اللي هي النظافة المنعدمة. For this task, selective and differential media are used. عشان هذا الغرض إن أنا بأعدم أو بأمنع نمو بعض الميكروبات وبخلي ميكروبات أخرى تنمو عشان إني أقلل الباثوجينيسيتي أو مايكرو أورجانيزم. في عندي selective media. They are designed to suppress the growth of unwanted bacteria and encourage the growth of the desired microbes. يعني أنا بمنع نمو البكتيريا اللي أنا بديش إياها وبخلي بعمل encouraging تنشيط للبكتيريا اللي بدي إياها. For example, bismuth sulfite agar is one medium used to isolate the typhoid bacteria. The gram negative salmonella typhi from feces. طبعا الفيسز والستول فيها حاجات كثيرة فبدي أنا أعمل inhibition لكل الحاجات هذه وأطلع أنا أعمل encouraging للسالمونيلا typhi اللي هي بتسبب الديزنتاريا. Bismuth sulfite inhibits gram positive bacteria and most gram negative intestinal bacteria other than salmonella typhi يعني بتعمل inhibition لكل البكتيريا اللي هي غير السالمونيلا typhi اللي بتسبب بعملها encouraging بواسطة البيزموث سلفايت ميديا. Subroad dextrose agar which has a pH of 5 أو 6 من 10 is used to isolate fungi that
outgrow most of bacteria at this pH. يعني أنا بعمل الـ pH تبعت السبروت ديكستروز أجار بعملها لنمو الفنجاي. ليش؟ لأن البكتيريا ما بتنمو في الـ pH تبعت الخمسة أو ستة من عشرة، فبيضل من الفطريات هي اللي بتنمو في الخمسة أو ستة من عشرة اللي هي slightly acidic. فبأقلل أو بعمل الـ pH خمسة أو ستة من عشرة عشان أمنع نمو الميكروبات أو البكتيريا اللي هي ممكن تعمل digestion للفطريات. يعني إذا نمت الميكروبات تعمل digestion للفطريات. differential media، يعني إحنا قلنا selective media بحط مواد تمنع بعض البكتيريا وتخلي تعمل encouraging للبكتيريا الأخرى. و differential media make it easier to distinguish colonies of the desired organism from other colony growing on the same plate. يعني أنا بزرع على البلد أجار، في البلد أجار فيها طبعا بلد بتكون لونها أحمر وبتعمل في بكتيريا بتعمل هيموليسيس، في عندي ألفا هيموليسيس وبيتا هيموليسيس وجاما هيموليسيس، بقدر أميز هذه عن هذه عن هذه بمقدار الهيموليسيس اللي حاصل، فعشان هيك بسموها differential media. similarly pure culture of microorganism have identifiable reaction with differential media in tube or plate. Blood agar, which contains red blood cells, is a medium that microbiologists often use to identify bacteria species that destroy red blood cells. يعني بيعمل هيموليسيس للكرات الدم الحمراء اللي موجودة في الميديا، وبالتالي بيعمل clear zone. طبعا كل ما كانت clear zone الدائرة أكبر بيكون بيتا وفي ألفا وفي جاما هيموليسيس، أو الهيموليسيس بيكون أقل ما يمكن. These species such as streptococcus biogenes show a clearly ring around their colonies اللي هي البيتا هيموليسيس، تعمل هيموليسيس أو تكسير لكرات الدم الحمراء أكثر درجة، where they have lysed the surrounding blood cells. أنا طبعا في اللي هي الأربسيز اللي موجودة أو الكولوني، هذه طبعا الكولوني اللي بتعمل تكسير لكرات الدم الحمراء فبتعمل كلير زون حواليها، فبسميه هيموليسيس أو بيتا هيموليسيس حسب مقدار الهيموليسيس اللي موجود. Sometimes selective and differential characteristics are combined in a single media. Suppose we want to isolate the common bacteria Streptococcus أو Staphylococcus aureus. This organism has a tolerance for high concentration of sodium chloride. يعني أنا بزود sodium chloride اللي هي يعني بقدر أميز Staphylococcus aureus من Staphylococcus الثانية. فبزود لها أنا الصوديوم كلورايد لسبعة ونصف المية، طبعا مش كل الاستاف بتتحمل، فبتضل عندي اللي هي الستافيلوكوكس أوريوس. It also ferment the carbohydrate mannitol to form acid. برضو بعمل indicator بحيث انه يتغير اللون تبع الميديا اذا طلع ال Staphylococcus aureus. Mannitol salt agar، يعني المانيتول salt agar هذا طبعا السولت اللي هو المانيتول أو الشجر اللي هو المانيتول 7.5%، يعني هذه درجة ملوحة أو صوديوم كلورايد عالية جدا.
which will discourage the growth of competing organism and thus select for Staphylococcus aureus. يعني أنا بكل الستاف ممكن لا تنمو في هذه النسبة من الصوديوم كلورايد وبيضل لي الستافيلوكوكس أوريوس. فهذه تعتبر differential and selective media. يعني selective media بحيث إنه ما تتحمل السبعة ونص هي الستافيلوكوكس, وdifferential إن أنا بميز أنواع الستافيلوكوكس من بوجود الصوديوم كلورايد. This salty media also contains pH indicator that it change color of the mannitol in the media is fermented to acid. يعني الأسيد اللي بيطلع من الفيرمنتيشن تبع المانيتول بيعطي لون في وجود الانديكيتور الخاص. The mannitol fermenting colonies Staphylococcus aureus are differentiated from the colonies of bacteria that do not ferment mannitol. يعني الانديكيتور هذا بيميز لي انه عمل فيرمنتيشن للمانيتول وطلع اسيد ولا ما عملش فيرمنتيشن, عشان هيك بسميها سيلكتيف اند ديفرنشال ميديا. بكتيريا ذات جرو ات هاي سولت كونسنتريشن اند فيرمنت ذا مانيتول تو اسيد كان بي ريدلي ايدنتيفايد باي ذا كلر تشينج. يعني مجرد تغير اللون ان اللي هو الستافيلوكوكس اوريوس يعني بتعمل فيرمنتيشن مع لون في وجود الانديكيتور. هذه الصوره اللي فيها مقسم الطبق فيها لثلاث اقسام, قسم اللي هو ما فيش فيه مزرعه خالص, وقسم الأصفر هذا اللي هو في ستافيلوكوكس أوريوس اللي هو طلع بيعمل فيرمنتيشن للمانيتول مع الميثايل ريد الانديكيتور بيطلع لون أصفر, وهنا طبعا الستافيلوكوكس إبيدرمس اللي بيعملش فيرمنتيشن للمانيتول فبيطلع الثلاث ألوان هذه. نيجي للإنريتشمنت ميديا أو enrichment culture اللي هي المزرعة اللي تعمل إثراء لبعض البكتيريا اللي هي بتكون small number وبتكبرها علشان ما يحصلش missing للنوع هذا. Because bacteria present in small number can be missed especially if other bacteria are present in much larger number, it is sometimes necessary to use an enrichment culture. This is often in case of soil or fecal samples. يعني أنا ممكن أستخدم هذه enrichment media في الصويل في التربة أو في الفيكال سامبل اللي هي الستول, اني انا بعمل تخصيب او اثراء لبعض البكتيريا وبعمل انهبيشن للبكتيريا الاخرى. طبعا الانريتشمنت ميديا هذه فور انريتشمنت كلتشر از يوجوالي ليكويد, يعني بتكون عباره عن بروث زي السيلينايت بروث زي الجرام نيجاتيف بروث. هذه طبعا بتكون انريتشمنت ميديا بتعمل انهيبيشن للاعداد الكبيره وبتخلي للاعداد الصغيره تكتر. نيوترينت اند انفايرمنتال كونديشنز ذات فيفور ذا جروث اوف بارتيكولار مايكروب بات نوت اذرز, يعني بتعمل زي سيلكتيف ميديا. ان ذس سنس it is also a selective media, but it is designed to increase very small number of the desired type of the organism to detectable level. يعني انه بكتر لي الانواع القليلة العدد. Suppose we want to isolate from a soil sample. طبعا السويل موجود يعني مليانة من أنواع البكتيريا الأخرى.
A microbe that can grow on phenol and is present in much smaller number than other species. If the soil sample is placed in a liquid enrichment media in which phenol is the only source of carbon and energy, microbes unable to metabolize phenol will not grow. يعني إذا أنا حطيت الفينول as carbon source وما بيطلعش يعني البكتيريا اللي بتكون اللي بتعتمد على الفينول as carbon source.